من بقية مدن ليبيا التي لم تطلها الأضرار الكارثية التي تعرضت لها بعض المدن الأخرى، افترش أطباء وممرضون ومسعفون أرض مطار طرابلس متوجهين لتقديم يد العون والمساعدة لإخوانهم المنكوبين في مدن مثل درنة وبني غازي والبيضاء. الإنسان لما يكون يشبح زي هذا لازم يكون كده عنده في داخله إنسانية، ولازم يحس بوجع يعني إخوانه، ولازم واحد أي حد يقدر يقدم يد العون في وضوع لازم يطاع في شيء هذا وما يقعدش في مكانه. حاملين حقائبهم على ظهورهم، مرتدين زيهم الموحد، متأملين صوراً لما يعانيه أهالي المدن التي دمرتها الفيضانات، وقفوا في مجموعات منتظرين اللحظة التي ينطلقون فيها لمساعدة أهالي تلك المدن. أطباء متخصصون في الجراحات المختلفة وممرضون ومسعفون لم تحركهم نحو تلك المناطق غير الآمنة سوى إنسانيتهم وضميرهم المهني والتزامهم بانتمائهم وواجبهم تجاه وطنهم وأهله. الدكاترة اللي موجودين معنا طبعاً إحنا تيم واحد، منهم دكاترة جراحة العظام، منهم دكاترة الجراحة العامة، منهم فنيين تحليل ومهندسين تحليل، منهم التمريض ومنهم المسعفين، طبعاً كلهم فنيين التخدير والسكراب طبعاً هادهم كلهم يشتغلوا كتيم واحد. هذه المدن وغيرها مما جرفتها الفيضانات تواجه وأناسها كل صور الانهيار، وأي يد تمتد من الممكن أن تنقذ روحاً أو تشفي جسداً مما يعانيه هؤلاء.